الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المولى تبارك وتعالى في سورة يونس: ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. في الآية الأولى ربنا سبحانه وتعالى يقول: يوم نحشرهم جميعا، يعني ربنا بيحشر يوم القيامة الجميع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني ما مختونين، ربنا يحشرهم كلهم. قال: ثم نقول للذين أشركوا، ربنا بيتكلم مع اللي أشركوا، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. انت عارف ذل بينكروهم يوم القيامة، حيجوا يتبرعوا منهم، اللي الآن بيصيحوا بهم وبينادوا فيهم وبيعبدوهم الليلة، حيجوا ينكروهم يوم القيامة. قال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. في سورة البقرة ربنا قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت الأسباب معناه تقطعت المودة والمحبة بيناتهم. الليلة اللي بيحب شيخه وبيرفعه فوق يقول لك: شيخنا ده اللي بيسوي وده اللي بيدي الجنة وده اللي بينفع وده اللي بيضر وده اللي احنا ماسكين فوقه. ربنا بعدين قال: وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا من الندم بتاعهم، قال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، يعني لو بنلقى لنا فرصة نرجع الدنيا تاني، قالوا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، زي ما دقوا فينا مقلب في الدنيا هنا وخلونا نتابعهم، دايرين فرصة نرجع الدنيا تاني عشان نتبرأ منهم زي ما تبرأوا منا ناسخ. ربنا قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ليه انت قال المشكلة في الدنيا هنا ده؟ لما ربنا نزل لهم وحي قرآن، ربنا نزل لهم قرآن وأرسل لهم رسل شان يعبدوا الخالق ما يعبدوا المخلوق، في الدنيا هنا بيفتروا. ربنا قال: ذلكم، ده في سورة غافر، ذلكم يعني العذاب ده والنكال اللي انتوا وقعتوا فيه والنار اللي خشيتوها، السبب شنو؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. أول ما يقول لك نادي الله ما تنادي الشيخ، الله قال كفرتم، يقول لك يعني بس الله براو. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتينا بسلطان مبين. في سورة الصاد قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ربنا قال إنهم، سورة الصافات، كانوا ده في الدنيا هنا. ودي المشكلة الكبيرة الليلة المواجهين الدعاة من الأقوام، من أتباع أمثال محمد المنتصر وأتباع البرعي
واتباع احمد التجاني واتباع القادريه والسمانيه والبرهانيه وطرق الصوفيات. ربنا قال ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ربنا في الصافات قال انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله مالهم يستكبرون، بقول شنو؟ أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ ربنا قال لهم بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقوا العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال لا لمن تقول لهم يا ناس أحمد التجاني ما عنده حاجة، بشر خلقه الله، البرعي ما عنده حاجة، بشر خلقه الله ومفترض يعبد الله وتحت قهر الله، ما عندهم حاجة دل كلهم، مش دل دل ما ناس شماش أساي برعي على أحمد التجاني على غيرهم، دل ما صالحين ذاتهم. الصالحين البجد الله قال لك ما عندهم شيء، الملك لله ما عندهم هم. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة الأنعام وقال لنوح في صورة هود قل، يعني كلم الناس دل، كلم قومك دل بمعلومة مهمة، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا ما عندي خزائن الله، ما عندي شان تطلبوها مني شان أنا أديكم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. ده رسول الله يجي الليلة البرع يقول نحن بنملك، اجي بتاع الختمية بيجاي في بحر، هنا في بحر بيجاي بتاع الختمية قال الكون وعلاه أسفله في طي قبضتنا، قال قاضينه كده الكون ده كت، قال نار موسى أضاءت من محاسننا، قال جمال يوسف منا كان منشأه، يعني سماحة يوسف عليه السلام قال كانت منا نحن، ونار موسى أضاءت من محاسننا، وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا نحن المراغنة الأخيار من قدم، ده بشكل في رقبته. وهناك في الأنعام ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، وتاني ما عندي، وتاني شنو؟ قال لهم ولا أعلم الغيبة. انت عارف الصوفية ممكن يغلطوا الرسول ذاته، النبي محمد ممكن يغلطوه، قال لهم ولا أعلم الغيبة، يقول لا بتعلم بس متواضع ساي بتعلم. يا ناس ده قرآن، ده قرآن، ولا أعلم الغيبة في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي، يا ناس ده قرآن، تقال إنه لعب، ده قرآن، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. السوء مس النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما مسه؟ كيف ما مساه يا اخي؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو على صفوان ابن اميه وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام، لما كان بيدعو على دل ربنا نزل عليه الايات، سبحان الله شوف الكلام ده كيف، بيدعو على كفار كانوا انذاك وعادوا الاسلام، النبي بيدعو عليهم ربنا نزل عليه ليس لك، دليل النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال له ليس لك من الأمر شيء، الصوفية قالوا الأمر ده كله في يدنا نحن، ورسول الله الله بقول له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الصوفية خدتوا الأولياء بتاعنهم في مكان أعلى من الأنبياء، فوق الأنبياء، الكون في يدهم كله، زي ما جابوا في برنامج تلفزيوني عندنا في قنواتنا السيئة، القنوات السودانية السيئة زي القناة بتاعت أم درمان والقناة بتاعت النيل الأزرق وغيرها من القنوات الفاشلة، جابوا واحد بيتكلم قال كرامات إبراهيم الكباشي، كرامات إبراهيم الكباشي كرامته شنو يا صوفي؟ قال كرامته يقول للشيء كن فيكون، اي حاجه دايره يقول لا كوني بس،
يا أخي ربنا قال في سورة النحل إنما أمرنا لشيء، ده أمر الله، إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ده الله، ما إبراهيم الكباشي بلد الناس ما جايب خبر قال بيقول للشيء كن فيكون الله ولا الكباشي، ها ده ما جايبين خبر ولا شو؟ صوفية مطرطشين ما جايبين خبر، أصل ده الصلعة البيجاي ده بيقول للشيء كن فيكون، ما يقوم صلعته دي، اللي قوم له رأس في صلعته دي بس شعر بس في رأسه ده، يقول للشيء كن فيكون، فلاش مسخرة فارغة يسحت في القروش جنب الحمامات ويجي يقول لك كن فيكون. يا أخي بلغ بيعنا الصوفية من الجرأة، الجرأة إنه حامد الصوفي ده عامل محاضرة قبضناه هناك في العباسية تقلي، طوالي تم القبض عليه هناك، متلبس بالشرك في هناك في العباسية تقلي، أول ما لمينا فيه هناك تخيل شغال بتبجح للناس قال لهم يجوز التبرك بالأولياء والصالحين، أها طوالي عملهم كده قال تعالوا اتبركوا بي، أسأل لك كان بيجوز اتبرك بك انت؟ قول بيجوز اتبرك بك انت يا سخان. شوف بالله النازل بلغ بهم من الانحطاط واللعب على عقول الشعب السوداني مبلغ زي ده، عشان كده ربنا بكلمك اوعى تندم بعدين، في ناس بيندموا ربنا وراك عشان ما تندم بعدين، ربنا قال استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يا ريت يا ريت نرجع تاني، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ربنا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في سورة العنكبوت ربنا قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا معلوم مودة بينكم في الحياة الدنيا، مودة ومحبة بيناتهم، التجان أول ما يركب في الحافلة يلقى التجاني قاعد جنبه متكيف، يا سلام أنت تجاني بالله صلي عليه تلقى مبسوط، مودة بينكم الاثنين لماون أحمد التجاني مودة بينكم، لكن المودة دي وين؟ في الحياة الدنيا، في الدنيا دي بس، ويوم القيامة دي المصيبة، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، ما كده بس، ويلعن بعضكم بعضا، ويا ريت لو وقفت على كده قال ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، يلعن بعضهم بعض يسب بعضهم بعض، لأنهم في الدنيا ما بيناتهم تناصح، انت تلقين زول على الشرك والضلال ما تنصحوا شيخك بسوي في الشرك تقول لي لا لا عادي يا اخ ده ما ابويا الشيخ يا اخ ما فيها حاجه، تتوسل سيل عينك يسيل عينك، ما في حاجه اسمها توسل زيدك، ما في توسل كده يدعو الشيخ يرفع يديه اوك يا احمد تجاني تلحقنا ويقول لك توسل، ده توسل ده شرك بالله، ده ما توسل، فهمت؟ الله يكون لك يا اخ انت الله بتعرف بيه حاجه، فهمت كلامي؟ فده ما توسل يا اخ، ده شرك بالله جل وعلا بأعلى المستويات، الآن بمارسوا فيه الصوفية باسم الولاية، عشان كده ربنا قال ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ربنا قال في الأعراف قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، أها البيحصل شنو؟ كلما دخلت أمة ما لا لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها لما يكبون كلهم جوا قالت أخراهم لأولاهم بيدوا الحيران المساكين يشكو الكبار قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء ديل هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، ربنا يقول لهم لكل ضعف كلكم عندكم ما بحلك ده لكل ضعف ولكن لا تشعرون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها
لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد مهاد تحت يعني ومن فوقهم غواش من فوق وكذلك نجزي الظالمين مجرمة كبون كلهم في جهنم كلهم ليها السبب السبب الشرك بالله جل وعلا لما عبدوا غير الله من المخلوقين الضعفاء ربنا كباهم كلهم في جهنم قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة.